بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة من هذه التغطية الخاصة بمناسبة ذكرى 60 للاستقلال التي كانت الجالية معها ومع التاريخ في الموعد مرة أخرى. إذن في ذكرى 60 للاستقلال الجالية مرة أخرى في الموعد مع الذكرى ومع التاريخ، مثلما كانت دائما الجالية بدور تاريخي ونضالي معروف وتضحية جسام في سبيل تحرير الأرض، والآن الإنسان. الجالية كانت في الموعد اليوم بمسيرة لافتة في قلب باريس استذكارا لذكرى الاستقلال ودعما للحراك ومطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك والرأي والجالية في كندا بدورها وبمونريال بالذات. كانت مرة أخرى حاضرة بوقفاتها الأسبوعية المتواصلة منذ بداية الحراك دعما له ولمعتقليه الذين يتواصلوا بشكل مخجل، كما قالت منظمة العفو الدولية، حبس المئات منهم بينهم 5 نساء وأحكام يندى لها الجبين في عيد الاستقلال في حقهم، في حق هؤلاء المعتقلين والكثيرين من معتقلي الرأي، وألاف المتابعات في مشهد محزن في 60 الاستقلال. وفي هذه 60 وبهذه المناسبة كان المشهد في باريس. قسما تدوي في باريس اليوم في هذه المسيرة الكبيرة اللافتة. معنا في نقاش من باريس يحيى بنوار، ناشط المحلل السياسي من مونريال، أمين من نادي ناشط في الجالية الجزائرية. ولكن نبدأ من باريس مع زميل جمال الدين بن شنوف. جمال، كنت اليوم في باريس في هذه المسيرة، لو وضعتنا في صورتها وكنا نتابع هذه الصور اللافتة وهذه هذا الفيديو، وقسما تدويه لك. مساء الخير خويا جمال. مساء النور. حقيقة يعني كان لي شرف اليوم، مشيت مع خاوتي اخواتي في باريس، وحبيت نأكد أولا خويا جمال بواحد المعلومة، هو أنه العيد الحقيقي، الاحتفال للعيد الحقيقي للاستقلال هو مش 5 جويلية، هو 3 جويلية. لا بروكلاماسيون دو لانديبوندونس الجيريان
a été faite le 3 juillet, pas le 5 juillet. Vous savez, le 5 juillet, où là, tu vois, une date politique, bah, je vous le dis, bah, les Français d'Akhlo, bah, le 5 juillet, ou Kharjo, bah, le 5 juillet. Mais on dit, non, que la Zinsna, bah. ولكن بالحقيقة la réalité c'est la vraie commémoration de la fête de l'indépendance est le 3 juillet. وهنا اليوم في فرنسا الولاية السابعة التاريخية, la 7e ولاية, ça veut dire la ولاية qui représentait toute la communauté algérienne en France et dont il faut rappeler, il faut لازم نذكروا باللي كانت هي الأول ممول لثورة الجزائر. La Seine ou la Russe ou l'Allemagne de l'Ardéa de l'époque. Le premier financier de la guerre de révolution, de la guerre de libération, c'est le Mokhtaribin, qui a cotisé au Moulou, le Moulou, le Sora al-Jazaïrien, le Sliha, le Sword, le Rakhira, le Zidouzi. Et l'Yom, Khouya Jamal, chouf, yani, d'imat tehlik, awalan, الناس اللي كانوا يظنوا باللي النظام دفن الحراك تاع باريس, باش على بالكم الحراك تاع باريس بالنسبه للنظام كان اخطر لربما من الحراك اللي في البلاد. لماذا؟ خاطر شي باريس هي القلب النابض للنظام الجزائري. في باريس اللي يبيضوا صور اللي يسرقوهم الشعب الجزائري, في باريس اللي اصحابهم يغطيوا على الجرائم نتاعهم, في باريس اللي عندهم ليبيان تاعهم وديارهم واولادهم والعائله تاعهم وين يداوي وين يديروا لي زافير وين كلش. دونك كان العراق كان قلقهم بزاف وطلقوا عليه كل شيء اللي كانوا قادرين يطلقوه. طلقوا لي زاجون تاعهم, دخلوا الفتنه ما بين الجزائريين, دخلوا المشاكل, دخلوا لي باقار, حرشوا على الناس كم تشفاو يعني. حتى سي فو غابليه حتى المغاربيه اللي كيخرجوها من اوتيل فات سي فو غابلي جوست افون لي بريزيدونسيال. اذا الناس بزاف الناس اللي فقدوا الامل يقول لك كومام قضوا على الحراك يا ربي. اذا اليوم الشعب الجزائري تاع فرنسا حتى تاع البلدان المجاوره قالوا لهم رانا هنا ما زلنا واقفين والحراك مازال حي يرزق والجزائريين مازالوا يقدروا يعولوا علينا واللي عندنا نمدوه. وغير باش نقول لك يا جمال يعني وربي عالم ما نجيبش نكذب مادام كاين الاف والاف تاع الناس اللي شهود. الحراك تاع اليوم على الاقل سون زيكزاجيغي على الاقل 20 مره اكثر من الحراك تاع الحد اللي فات. وتعرفوا باللي كاين الناس ما مش طالقين الحراك في باريس يروحوا ان شاء الله يروحوا اربعه ولا خمسه تاع الناس. ولكن هذا الخطره غيالمون كان غاشي بزاف ومتحمسين والاعلام الجزائري فرفر في 3 جويليا والقسم من داويه والفرنسيس حتى من الفرنسيس يعني يشوفوا معنا فايتين باعجاب يعني سيتي سمباتيك يشوفوا باللي كاين كل الاعمار, كاين صغار كاين الكبار كاين نساء كاين رجال كاين بالحجاب كاين بدون حجاب كاين اللي ما يهدرش العربيه كاين اللي ما يهدرش القبائليه كاين. سيتي مانيفيك سيتي تخي بو سيتي. وهذا الشيء يا جمال يخلينا نعرف باللي هذا النظام اللي درك راهو يخلع فينا بالعسكر ديفيلي هذا لا يدو في الجيب تاع الجزائري جو نسي با كومبيان de centaines de millions d'euros pour faire une parade d'une journée, باش يخلع الشعب الجزائري والدرجة وين لو سلوغان تقريبا يقولوا لنا خاصة حاجة برك ما داروهاش, خاصة يقولوا لنا عسكرية ماشي مدنية. مي راهم غالطين في حاجة. لو بروسيسوس سي تون مارش. إلا كونيو دي رفلو, إلا كونيو دي الت, إلا كونيو دي رالونتيسمون. مي إل إي إيغيفيرسيبل وراه ماشي وما يحبش وما يرجعش للوراء. وإن شاء الله الجزائر تكون حرة ديمقراطية ونتلاقاو كل ثم إن شاء الله. شكرا لك جمال الدين بن شنوف, كنت معنا من باريس. يحيى بنوار كذلك معنا من باريس وكنت حاضرا في هذه المسيرة الضخمة. جمال الدين بن شنوف كما كان يقول, ما دلالات هذه؟ أولاً نشكر آلاف الجزائريين في الجالية اللي حضروا في هذه المسيرة
من فرنسا طبعا، ونشكر خاصة اللي جاوا من بعيد من بلدان أوروبية وحتى من الولايات المتحدة ومن كندا. هاد الناس اللي جاوا أولا لإحياء عيد الاستقلال، استقلال الجزائر، اللي ضحوا عليه نساء ورجال بحياتهم حتى تصبح الجزائر أمة ما بين الأمم. ثانيا جاءوا لمساندة إخواننا في الداخل الذين هم يعيشون تحت القمع، محقورين شيء عجيب. السجناء الراي تقريبا 300 سجين الراي الآن، ألاف الذين هم متابعين تحت المضايقات، تحت التهديد بالسجن في كل في أي وقت. يعني هذه شيء الجالية إذا كان جنرالات وإذا كان النظام يعني يراهن على أن نحن في الجالية نسمح في خاوتنا في الداخل، فهذا رهان يعني خاسر، لن نسمح فيهم ولن نتوقف. هم ما عندهمش شيء آخر من غير نحن في الخارج، ونحن سنبقى نساندهم إلى آخر وقت. فالجالية دورها مساندة إخواننا في الداخل، وسنبقى نساند إخواننا في الداخل الذين يعيشون تحت حكم عسكري قمعي لا يحترم الحريات، وكل شيء معروف يعني، بكل لا نزيد الأمور معروفة. ثالثا نحن كل من شارك اليوم وحتى اللي ما قدروش يجي وحتى اللي في الداخل، كل من هو في الحراك، نحن في يعني on poursuit المسيرة أجدادنا اللي هما بحياتهم ضحوا بحياتهم وحروا الأرض وحروا البلاد، ولكن المسيرة الآن تتطلب تحرير المواطن، تحرير الإنسان، تحرير الجزائري، وبناء دولة ديمقراطية لتمكن الجزائريين باش يعيشوا في حرية وفي كرامة في أرضهم وفي بلادهم. هذه المسيرة مازلنا ما كملناهاش، رانا فيها ولن نتوقف. في الداخل إخواننا تحت القمع وتحت الضغط، ما يقدروش يتكلموا، ما يقدروش حتى يكتبوا منشور على الانترنت وهم تحت التهديد. احنا عايشين في بلدان ديمقراطية، بلدان تحترم الحرية، ممكن لنا أن ننظم مسيرات كما راك تشوف فيهم، ممكن لنا أن نتكلم، ممكن لنا أن ندلي بآرائنا وبمواقفنا وبقناعاتنا. فسنكمل وسنواصل هذا المقاومة هذا النظام حتى تتحرر الجزائر وتصبح دولة ديمقراطية ويعيش فيها الجزائريين أحرار وبكرامة في أرضهم. وإن شاء الله نكونوا ندخلوا كل الجزائر ونديروا مسيرة كما هذه أحرار داخل العاصمة وفي المدن الجزائرية. يبقى معنا يحيى بن نوار، مونريال كذلك، الجالية في كندا الجزائرية، في الموعد مرة أخرى ودائما بشكل مستمر في كندا. في مونريال بشكل خاص تستمر الوقفات والمسيرات الداعمة للحراك منذ بدايته. إذا كان هذا المشهد في مونريال، ومن هناك معنا من النادي الناشط في الجالية من مونريال مرة أخرى في الموعد، ولكن بخصوصية هذه المرة موعد مع التاريخ مع 5 جويلي. شكرا على الاستضافة، وتحياتي للزملاء الموجودين معكم في الاستوديو، تحياتي للضيفين الكريمين. نعم، على كل الجالية برنامجها ما توقفش، حتى أنه في مونريال كان موجود اليوم حدثين وليس حدث واحد. حدث اليوم كانت المسيرة
والبارح كانت وقفه مطوله في الساحه المقابله للقنصليه، القنصليه الجزائريه في مونريال. الجاليه دائما حاضره حتى في مدن اخرى من غير مونريال ولا في باريس، الجاليه لانه القمع الموجود في الجزائر يحتم انه نواصل تواجدنا وملء الفراغ اللي خلاته الصحافه الحره، لانه ما فيش صحافه حره اليوم في الجزائر. الفضاءات التي اغلقت في الجزائر اليوم، تغلق الطرقات حتى الشعب ما يمشيش باش ننظموا استعراض عسكري. العاب البحر الابيض المتوسط ولات حتى ولو انه احنا كجزائريين نتمناو انه دائما يكون نجاح للجزائر، ما نتمناوش انه تكون العاب فاسده ولا شيء من هذا القبيل، ولكن نشوف انه انحرافات، ولو ان البدايه كانت كنا نظنوها انها ستكون موفقه، اليوم نشوفوا توجه اخر لهذه الالعاب. انا كنت امل يعني وهذه حقيقه، وكنت تكلمت مع كثير من الاخوه في هذا الصدد، ان النظام يستثمر هذا الحدث التاريخي تاع 60 سنه من الاستقلال حتى يلوم الشمل تاع صح، يعني يفتح ابواب الحوار، يفتح ابواب لم الشمل كما سمي حقيقه، وليس مفاوضات سريه مع البعض لكي يكسروا ما بقي من صفوف في المعارضه. ولكن اليوم نظن انه ولو انني كنت من الذين غابوا عن بعض هذه المسيرات والاحتجاجات في خارج الوطن، الا ان نظن انه هذه ظاهره صحيه واجبه انها تتواصل، واخواننا في الوطن محتاجينها. واتمنى انه هذه الصفوف المتراصه التي رايناها في هذه المسيرات تكون نفسها الصفوف المتراصه في مواقع التواصل الاجتماعي للمعارضين، وان نتفادى ما رايناه في اخر ايام من شتات، لانه هذا لا يخدم الا الحكام الظالمين في الجزائر. طيب ابقى معنا من النادي، نعود الى اجواء باريس وهذه الصور. ومن باريس معنا الآن محمد الأمين مقران، ناشط في الجالية. محمد الأمين مقران، كيف عشت هذه الأجواء اليوم وهذه المسيرة؟ السلام عليكم. السلام أخي جمال الدين، أحييك تحية حارة أنت وكل الأحرار وكل شرفاء أينما وجدوا في الجزائر. اليوم على كل حال اليوم كان يعني يوم تاريخي، والجالية كانت في الموعد. حبيت نطرح مع الشهداء من قبل، شهداء يعني من كل ربوع الوطن، أحمد زبانة وعميروش وريدة مداد وحسين بوعلي والعربي بن مهيدي، وهم كثر اللي ضحاوا. وحبيت كان نطرحهم كان على المجاهدين، نكتب لهم ربي طول العمر، منهم أبي رحمه الله اللي كان في فيدرالية فرنسا، واللي ضحاوا بالنفس في النفيس. وحنا كجزائريين اللي يحبوا هذا الوطن لازم نكملوا على هذيك الخطى، تضحيه ما كاش حريه من دون تضحيه.
واش حبيت نقول اخي جمال الدين، حبيت نحيي انا خاوتنا اللي جاوا اليوم. مسيره ما كانتش غير المقيمين بفرنسا، كانت يعني مسيره شفنا من كندا، شفنا من بلجيكا، شفنا من بروكسل، شفنا من امريكا، شفنا يعني وفي فرنسا جاوا من مارساي، جاوا من عده ولايات. على كل حال نحييهم من هذا المنبر. احنا اليوم المسيره اللي درناها في باريس كانت تجويليه، هي درناها علاش؟ خطر اليوم يوم عطله، يوم الاحد، وانما شاءت الاقدار باش نديرها في يوم تجويليه، علما ان الريفيرندوم استفتاء باش الجزائريين باش ياخذوا الاستقلال او لا اسرى في 1 جويليه، النتائج في 2 جويليه، 3 جويليه اعلن الاستقلال. القاده جبهه التحرير ارادوا ان يؤجلوا الى 5 جويليه لاكمال 132 سنه، لانهم دخلوا 5 جويليه 1938. الان لو نعمل حصيله، ونعمل مقارنه، لان ما هو الاستقلال؟ هو استرجاع الشعب لسيادته لسلطته. انما ما حدث في 5 جويليه هو استرجاع بعض الجزائريين، فئه من الجزائريين، استرجاع السلطه اللي هي جيش الحدود اللي كما معروفه، وتوالت الانقلابات والحكم بالقوه الى يومنا هذا. من 62 لم نعرف رئيس عينه الشعب، يعني اين هي سياده الشعب؟ اين هو هذا الاستقلال اذا عرفناه انه استرجاع الشعب لسيادته؟ وان كانت مقارنه، لان منذ 2019 اخي جمال الدين، 2019 هذا ليس غريب، وانما الاجانب او الذين لا يعرفون حال الجزائر منذ 2019 يرون الشعب يطالب بالاستقلال، علما ان الاستقلال الرسمي كان يوم 5 جويليه في 1960. اين الخلل؟ لو عملنا مقارنه ما بين ما قبل 5 جويليه 1960 وما بعد 5 جويليه 1960، نرى ان الانسان كان مصنف في درجتين، درجه اولى انسان درجه اولى اللي كانوا الفرنسيين، وانسان درجه ثانيه اللي كانوا الزنديجان المحليين الجزائريين. انسان درجه اولى له كل الحقوق، الاراضي والمنازل، وما يخلص والو، وما يعمل اي ما شاء من مخالفات ولا يحاكم وفي ذلك القبيل، والانسان من درجه ثانيه ليس لديه اي حق. ما بعد 62 الانسان مصنف الى درجتين، الانسان من الدرجه الاولى الذي استولى على السلطه، والانسان لديه كل الحقوق مثل الفرنسي، يعني كما يقال بالجوريه باسون كونسين، النظام نفسه، الاساليب نفسها، وانما المستولين على النظام او على الحكم قبل 62 كانوا فرنسيين، وبعد 62 ابناء جلدتنا. بعد 62 انسان من الدرجه الثانيه ليس لديه اي حق، لا في ارض ولا في منزل ولا في منصب عمل ولا في مكان في المستشفى ولا في تعليم سليم ولا اي شيء. يعني لهذا الانسان الجزائري المواطن البسيط لا يزال بعد 60 سنة لا يزال يطالب بالاستقلال. احنا هنا اليوم في باريس كملنا النضال اللي بدا، يعني ما بداش في 54، كانوا ثورات من قبل عدة. اليوم كملنا مسار الثوار الذين يطالبون بالحرية، اليوم كملناه. في الجزائر على بنابليكين قمع رهيب، ما حبسوش هيدا منذ 2019، نقترب الى 10,000 اعتقال، نقترب الى 1,000 محاكمه، 300 معتقل راي، النساء، محامين، سياسيين يتبون ماذا قال؟ قال مارس السياسه وطالب بالتغيير باحترام. اعتقلوا سياسيين. بالمناسبه اليوم تم الحكم على رشيد نكاز بعقوبه 5 سنوات، يعني رغم انه تم زياده الحكم، كان سنه رشيد نكاز الذي كان بالعكس قال يعتمد على قوانين السلطة عندما حاول تنظيم وقفة وطلب ترخيصا لذلك، يجد نفسه ومحاميه في السجن، ويدعون الآن إلى يبدأون إضرابا عن الطعام، ويحكم على رشيد نكاز اليوم 5 سنوات. بخمس سنوات هي هذه المحاكمة، ليس المحامي فحسب، بل المحامي ومحامي المحامي. ورشيد نكاز كان يقول أن للسياسة طرق، هي احترام القواعد حتى ولو وضعها ذلك المستبد، احترام قواعده للمطالبة بالتغيير بتلك الطرق، منها الرخصة،
اعتقلوه ولديه رخصة. يعني هنا نعود نقولوا الكلام الذي مارس السياسة باحترام وطالب التغيير في إطار القانون الذي فصل على حسب المجاز كما يقال من السلطة المستبدة. معليش اليوم 5 سنوات داروا له 5 سنوات، 5 سنوات ليه؟ خطر هو الحكم اللي داروا اليوم لقضية 2019. يعني الحكم النظام ماذا يعمل؟ عنده قضايا، عندك قضية صغيرة نقدر نحكم لك عليها 6 سنين، نحطها لك وكأني أهددك، عندك قضية عندي تاع 6 شهور حكمها 6 شهور سجن، عندي قضية صغيرة تتعدد حدود الحمراء نخرجها لك ونحكم عليك ب10 أضعاف، لأنه رشيد نكاز ومحاميه اكتشفوا أن محمد بن حليمة لديه حكم بالإعدام، وهذا خط أحمر لا يجب تجاوزه. هناك خطوط حمراء، هناك عقوبات عام سجن 6 شهور سجن عامين سجن، وإنما هناك خطوط حمراء كما محاد قاسمي، هذه خطوط حمراء، الغاز الصخري والطاعة الدول الإمبريالية عندما تأمرنا باستخراج الغاز الصخري لاستبدال غاز روسيا والمحروقات البلوك الجهة الشرقية اللي هي روسيا وحلفائها، عندما يأتينا أمر باستخراج الغاز الصخري لا نحتاج إلى معارضات في هذه المحاكمات، هي محاكمات لتحذير كل من يقترب إلى هذه الخطوط الحمراء. شكرا. عندي حاجة نزيدها برك، في قبل الاستقلال المجاهدين كانوا يسمون بالإرهابيين، سموهم بالإرهابيين، يومنا هذا الثوار المطالبين بالحرية خرجوا لهم قانون 87 مقرر، يعني نفس الأساليب، والشعب بعد 60 سنة لا يزال يطالب بالاستقلال، ولن إن شاء الله بإذن الله لن نتوقف حتى ننال الاستقلال الذي حارب عليه طيب. والدينا والشهداء ربي يرحمهم وكل ضحاوا. شكرا جزيلا لك محمد لمين مقران الناشط في الجالية، كنت معنا من باريس. وباريس طبعا على ذكر تضحيات الجالية التي لعبت دورا في الحركة الوطنية، بالعكس الحركة الوطنية من أجل استقلال الجزائر بدأت في أوساط العمال الجزائريين في الجالية الجزائرية، وإحدى المحطات السوداء في تاريخ الاستعمار الفرنسي، أحداث مجازر 17 أكتوبر 61 حين خرج المسالمون الجزائريون الجالية الجزائرية للاحتجاج على الإجراءات ودعما لثورة التحريرية واحتجاجا على إجراءات المستعمر الفرنسي. يا أبو نوار، الجالية الآن التي على الموعد في ذكرى الاستقلال لعبت دورا كبيرا في هذا الاستقلال بتضحيات جسام. نعم.
17 اكتوبر 61 اللي انت تتكلم عليه، فرنسا الاستعماريه كانت عملت قانون عنصري يمنع للجزائريين فقط، عامل حظر التجوال للجزائريين فقط، لا يخرجون في الشوارع بعد الساعة 8 أو 9 تاع الليل. فخرجوا في يوم 17 أكتوبر، قانون أنصاري طبعا، خرجوا الجزائريين في مسيرات بعد في حظر التجوال، فكان هناك قمع وقتل، ورموا بالجزائريين في لاسان. وحتى الآن نحن 60 سنة بعد هذا، حتى الآن ليس هناك إحصائيات دقيقة عن كم من الجزائريين اللي قتلوا بالرصاص أو رميا في لاسان، ومن يعني فقدوا ديسباري. فهذا الشيء، هذا تاريخ التضحيات. طبعا التضحيات داخل الجزائر والثورة المسلحة، لأنه مسلحة، لأنه الاستعمار لم يترك للجزائريين خيار آخر إلا ثورة مسلحة، فضحاوا بمئات الآلاف وأكثر من مليون، والجالية كذلك ضحات في الخارج وما زالها تضحي الآن. طبعا يعني ما نضحيوش بحياتنا، ولكن ضحيوا بأموالنا، بوقتنا، بعائلتنا، أراك تشوف المسيرات. ودائما سنساند إخواننا في الداخل حتى يكمل المسار ويصبح الجزائري يعيش في أرضه مستقل، في حرية وفي كرامة وفي نظام ديمقراطي، وننتهي من الحكم العسكر، وننتهي من حكم المخابرات، وننتهي من الاعتقالات. تقول اليوم رشيد نكاز حكموا عليه 5 سنين وآخرين في. بالمناسبة رشيد نكاز من أبناء الجالية الجزائرية، وولد في فرنسا، عاد الجزائر وليمارس نشاطا سياسيا، اليوم يصدر في حقه هذا الحكم. نعم، فهذا النظام، حكم العسكر هذا والجنرالات، نحن كلنا يعني الحلم نتاعنا أنه نرجع للجزائر ونمارس سياسة في الجزائر، أو مهندس يمارس الهندسة، أو طبيب كل واحد يمارس الاختصاص نتاعه. هناك الآن تقريب 10 ملايين جزائري خارج الوطن، من أطباء، من عمال، من فيزيائيين، من علماء، من مهندسين، من علماء في التكنولوجيا. كل واحد فينا يحلم أن يرجع للجزائر ويعيش في بلاده في حرية وفي كرامة وفي ديمقراطية، ويشارك في بناء بلاده. ولو وصلنا لهذا في سنوات معدودة، لا تصبح الجزائر قوة ضاربة حقا وليس قوة على الخرطين تاع تبون. فهذا، ولكن هذا يتطلب إسقاط هذا النظام، الانتهاء من هذا النظام، والتحول إلى نظام ديمقراطي يحترم الحريات، يحترم حقوق الناس، ونظام مؤسسة دولة شغلها الوحيد والأول هو مصالح المواطن، كيف يعيش المواطن في كرامة، عدالة اجتماعية، تقسيم الثروات بعدالة، حرية الصحافة، عدالة، يعني أبسط الأشياء الموجودة في البلدان الديمقراطية. لو نصل إلى هذا نظام ديمقراطي يحترم الناس، يحترم المواطنين، ويحترم الحريات، في سنوات معدودة لا تصبح الجزائر حقا قوة، والكثير من الجالية سيعودون إلى الوطن ويشاركون في بناء هذا الوطن. طيب. ولكن بشرط ليس في حكم العسكر، ولكن في حكم ديمقراطي. طيب، نعود إلى هذه الوثيقة التاريخية، وهذه طبعا الأجواء والتضحيات الجالية، هذه الوثيقة التاريخية عن أحداث مجازر 17 أكتوبر 61. سأعود إليك أمين منادي، ولكن بسرعة أعود إليك يحيى بن نوار. طبعا هذه وثيقة تاريخية مهمة لنا، المركز الأرشيف الفرنسي. طبعا المعلومة الأخيرة التي فضحت السلطات الفرنسية أنه ميديا باغ يكشف بأنه الرئيس الفرنسي آنذاك دوغول كان يعلم بهذه الجرائم عكس ما كان يتم الترويج له. طبعا يأتي هذا في سياق حديثنا عن دور الجالية يعني، وهذه التضحيات.
نعم أكيد أنه دوغول كان يعلم ما يجري، وأكيد أنه موريس بابون اللي هو شارك مع النازيين في الحرب العالمية الثانية، يعني مجرم قاتل أخذ القرارات على الأقل يعني كوفرتير من دوغول أو من أقرباء دوغول، كانوا يريدون أنه يقمعون الجالية لأنه الجالية تفضحهم أمام العالم. أنت عندما تعمل مسيرة في باريس ليس كما تعمل مسيرة في مدينة داخل الجزائر أين ليس هناك إعلام وتغطية. في باريس كل الصحافة العالمية موجودة، وقمعوا حتى لا يتكرر 17 أكتوبر 61، وطبعا بعلم دوغول وربما حتى بموافقة دوغول. هذه فرنسا الاستعمارية، يعني نفرق بين فرنسا الاستعمارية وفرنسا الديمقراطية، لأنه موجودة فرنسا الديمقراطية في وقتها كانت الديمقراطية فقط للفرنسيين الأوروبيين وليس للجزائريين، ما كانوش معتبرين كفرنسيين بكل الحقوق. والآن الأمور تغيرت، وبعد 20 سنة اعترفت فرنسا بكمية قليلة من الجرائم، وهناك مؤرخين وهناك ناس تبحث عن الحقيقة، وحتى الآن البحث عن الحقيقة وعن كم من جزائري قتل في 17 أكتوبر 61 حتى الآن ليس هناك إحصائيات دقيقة ويعني مكملة. طيب أمين من نادي أعود إليك، ألا تبدو يعني هذا عنوان من عناوين تضحيات الجالية، يعني لافت ليس مؤسفا أنه بالحديث عن القمع أنه كان ذلك استعمار وقمع وإن كان غير مبرر ومدان، ماذا أليس محزنا أنه القمع الآن وإن ليس بهذا الشكل، ولكن قمع جزائري يقمع أخوه الجزائري بالعنف مثل ما تبعنا ما تعرض له الحراك من قمع، والقمع التعذيب النفسي، الأحكام الجائرة في حق مواطنين جزائريين، يعني حتى الجزائريين اللي في الخارج الذين لهم نشاط في الحراك مثل ما حدث مع الأزهر زويمية في كندا مثلا لما زار الجزائر. لا شوف، لا أو نبدأ من الأخير، يعني لما نتكلم على الأزهر زويمية مثلهم كثيرون موجودين حتى الآن، موجودين جزائريين من كندا مثلا في مكان أنهم يكونوا في السجون راهم موجودين في الجزائر وما يقدروش يعودوا يولوا لعائلاتهم من دون أي قرار يعني من القضاء ولا شيء، يعني قرار سياسي بحت، قرار من البوليس السياسي أنهم يخرجوا من البلاد. والمشكل أنه في هذا الجزائريين كانوا ناس ما كانوا موجودين ولا في المظاهرات ولا كانوا يشاركوا في شيء، يعني من غير سبب واضح على كل هذه. هذا الإجابة من الجزء الأخير. طبعا الجزء الأول أنا ما ناخدش ما نروحش للمقارنة ما بين الاستعمار الفرنسي والاستبداد الموجود حاليا من حكام غير شرعيين، يعني بكل أريحية نقولها أنهم غير شرعيين، ماشي مشكل أنه حتى هما في كل فترة يجي جيل جديد في هذا النظام، ولو أنه الجيل ما يتغيرش، نقول جيل جديد لأنه جيل يعني من الواجهة، ولكن النظام هو نفسه. كل مرة تجي واجهة جديدة تقول أنه الواجهة هي اللي عندها شرعية، لأنه تقر أنه الواجهات اللي كانوا قبلها كلها كانت مزورة، يعني تبون قال انه كل اللي قبله كانوا مزورين، بوتفليقه قال كل اللي قبله كانوا مزورين، نهار جا زروال قالوا ان كل اللي كانوا قبله كانوا مزورين، ونقدروا نرجعوا بها حتى للحكومه المؤقته. يعني التاريخ يعيد نفسه في الجزائر اكثر من دول اخرى سبحان الله. ولكن تاريخيا ما المقارنه اللي نحب نديرها انه الجاليه وتاثيرها، يعني اليوم ناس كثير في الجزائر لما يحب يدافع على النظام ما يسيبش كيفاش يدافع عليه، يقول لك روح البلاد وتكلم. الناس هي جات البلاد وتكلمت، جات البلاد وما تكلمتش وما قدرش تخرج من البلاد، جات البلاد الناس ما تكلمتش لا في البلاد وبرا البلاد، لقاو روحهم في السجون. علاش؟ البلاد راهي فيها حقوق اليوم. الحقوق موجوده الا كما كان يقول الاخ يحيى من لحظات،
المفارقه انه فوق فرنسا الاستعماريه كان المستعمر الفرنسي كان عنده حقوق اللي ما عندهمش باقي المواطنين. اليوم في الجزائر اللي يساند النظام الجزائري عنده حقوق اللي ما عندوش من يعارض النظام الجزائري، من يعارض النظام الجزائري يفقد كل حقوقه قبل ما يلحق للمحكمه، هو متهم حتى تثبت براءته، يعني هو على كل حال هذا عموما هذا حال كل الجزائريين، ولكن المعارض هو مسجون يعني كما نقولوا اون سيرسي مع وقف التنفيذ، هو كل واحد يفكر في غير فكر النظام فهو مسجون مع وقف التنفيذ، اي وقت يقدر يسجنوه. ولكن الاهم في هذا كله انا واش نشد انه الناس لازم تعاود ترجع للتاريخ، لما يقولوا الواحد يقولوا له انتم برا على البلاد ما تقدروش تكلموا، يا اخي الثوره الجزائريه خطط لها في الجزائر وخارج الجزائر، مولت من الجاليه وعموما اكثر من اي ممول اخر، والشيء المهم والاهم انه حتى ولو انه في الميدان كانت تضحيات جسيمه، لو ما كانش الصدى تاع الثوره الجزائريه برا على الوطن ما كانش تنجح الثوره الجزائريه. يعني اليوم لما تقول للمغترب وجل المغتربين، اليوم لما نكونوا يعني صراحه جل المغتربين لو كان لقاو الخير في بلادهم ما يخرجوش من بلادهم، والكثير منا لا يمكنه حتى العوده للوطن. يعني اليوم يعني الجزائريين لازم يكونوا شويه منصفين لبعضهم البعض، ولو اننا نختلف الاراء، ولو اننا نختلف في مسانده في المسانده او المعارضه، هذا نظن انه هذه المرحله المقبله واهم مرحله نظن انها اللي راح تكون في هذه الثوره. والاخير انه التضحيات اللي صارت في باريس في اكتوبر 61، وكان تضحيات حتى من قبل، يعني العمال الجزائريين اللي كانوا في باريس وفي غير باريس كانوا اجورهم قليله، ومن اجورهم كانوا يدفعون الغالي والنفيس باش يمولوا الثوره في الجزائر. وفي اوساط هؤلاء العمال ولد نجم شمال افريقيا والحركه الوطنيه. وحتى انا من بضعه ايام كان عندي اهتمام خاص بهذا الموضوع، موضوع تكوين المنظمة السرية ومجموعة 22 ومجموعة 6، حتى كيفاش كان يعني من الأساس كيفاش كانوا يشتغلوا، كانت كما يقولوا هما لا باز اغيير كانت فرنسا. سبحان الله، يعني حتى كانوا استعملوا عاصمة المستعمر كمحطة مفصلية حتى يحاربوا نفس هذا المستعمر. هذا مش شيء جديد. أنا نظن أنه اليوم لازم نستوقفوا العقول على هذه المرحلة المفصلية، ونقول لبعضنا أنه آن الأوان أننا نسمع بعضنا البعض، آن الأوان أننا نتوقف أننا نخون بعضنا البعض، آن الأوان أننا نتوقف عن الحكم على النوايا قبل ما نرى الأفعال. اليوم الأفعال الوحيدة اللي رانا شفناها، يعني عموما حتى ولو أنه البعض فينا شفنا أفعال مشينة حتى في المعارضة، ولكن الأفعال المشينة اللي راهي تضر بالبلد اللي نشوفوها اليوم بالدلائل بالقرائن بينين وحتى النتيجة نشوفوها على الوطن، هي الحكام. اليوم ما كانش اللي راهو في المعارضة اليوم اللي كان في الحكم في الجزائر، اليوم ما كانش في المعارضة اليوم اللي يسجن كاش واحد من الجزائر بحلوه وبمره، يعني حتى باختلافاتنا. ناخذوا المثال تاع رشيد نقاد، حتى ولو نختلف معه فهو مناضل سلمي تام السلميه، وكان عنده مواقف اللي حتى المعارضه الكثير من المعارضه عابوها عليه انه تساهل مع النظام وفتح باب الحوار بطريقه اللي ما كانوش الناس كثير متفقين معاه فيها. ولكن اليوم رانا نشوفوا حتى من يتفق مع هذا النظام ما راهوش ضامن نفسه. اليوم كلنا مسجونون مع وقف التنفيذ، اللي راه في الوطن في كل لحظة يقدر يروح في الحراش في سركاجي في باتنا ولا في أي سجن، واللي راهو برا على الوطن راهو في سجن الغربة اللي ما يقدرش يدير رجله في وطنه بكل حرية من غير ما يخاف على نفسه وعلى أولاده ولا على أهله. هذا الحالة من الاحتقان مخيفة، وهذا الحالة من التهور في النظام الجزائري مخيفة كذلك، لأنه نشوفه أنه ما زال كما كان نهار تكلم بن صالح وكان يقول انه لازم راح ياخذ التزام انه يطلق سراح لسجناء الراي وكل شيء، ومن بعدها جاء قايد صالح بن صالح جاء القايد صالح، يعني
كل واحد فيهم كان عنده كان يغرد بصوت. اليوم حتى ولو انه التغريد ما راهوش يبان يعني فيها نقص التناغم، ولكن في الميدان ما بين واش راهم يوريونا ولا الواجهه اللي نستنوا فيها ولا الطريقه اللي حبوا يتواصلوا معنا بها انه ممكن اننا يكون لم شمل ولا كيف سماوه هما. ومن الجهه الثانيه نشوفوا انه يد من حديد راهي تضرب في سجناء الراي وتضرب في ناس، رانا يعني شفنا ناس اللي حتى وانهم كانوا تقريبا صامتين منذ بدايه الحراك، ولكنهم حكموا على ما كان يقال ولا ما كانوا يعيبوه على بوتفليقه وازلامه قبل الحراك. يعني النظام ما تبدلش، ما زالهم عندهم حقد على ما كان يقال على بوتفليقه، ما زال عندهم حقد على ما سمعوه من قبل. هذا النظام نفسه يعني حتى ولو سبغوا الواجهه شويه هذاك جيروها كما نقولوا احنا بالعاميه ما يتغيرش. اليوم 5 جويلية بعد يومين كنا نظن حقيقه انه كانت فيه امكانيه انه هذا النظام يفطن قبل فوات الاوان، ولكن كما يقول ابوهم ولكن هيهات. طيب والمشهد، نتابع المشهد في العاصمه وهذه الاختناقات بالمناسبه والكثير من الاحتقان والغضب، غلق الطرقات بدعوى الاحتفال بخمسينية الاستقلال. معنا الآن من البليدة سي بنيوس ملوك الحقوقي، مفجر قضية المجاهدين المزيفين والقضاة المزيفين. سي بنيوسف مرحبا بك، واش تقول في 5 جويلية 60 سنة على 5 جويلية على عيد الاستقلال؟ هذا عيد الاستقلال هذا يا ربي عيد تاع الرجيم، هذا الرجيم هذا لمازال في السلطة تاع الجيري نوبل وراهم شادين لي بوست كلي كاع النظام هذايا تاع لي فو مجاهدين لي فو ولاد شهداء لي فو ولاد المجاهدين. راهي تاعنا وحدة، واش مستنجويه؟ مستنجويه هذايا سي بور كوستيوني لالجيري نوفال تاعهم، فهمت؟ هذه هي، ما كانش مستنجويه. الشعب هذايا راهو محتاج للاستقلال الحقيقي تاع اول نوفمبر يولي. هذه هي الناس راهي في الوضعيه في الكاو، راهي تشوف النيجيريه لا رانا عايشينها وراهي الشعب تاع راهم سيركلي راهم في حرب. الجيريا ني اون سيركل، هذو لي لارمومون اللي خرجوا وباش يديروا به ديفيلي مليار دولار رايحين باش يسترقوا يذهبوا، والشعب رايح للواد كاع راهم مازالوا بالقرابه ومازالوا في الاحباس من 92 حتى لليوم ولاد الحيرات وكان في الاحباس لي دوبينيون لي في بوليتيك مازالوا في الاحباس. قولوا هذا هي لا كونتينيتي تاع العصابه هذيك تاع الخيانه، وهذا الشعب يلزم كان التضحيه فيها يلزم يهدر كان على حقه، الحق الوقت فصو راهي لحقت لولادهم، راهي كارثه. لا دروب لا 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 الناس تحرق روحها، الناس الهربه، الناس تروح للناسيوناليتي، راه الناس راهي في الاحداث حتى في الخارج، وراهم خارجين وراهم دي ريفيجي بادون تو لي في كتوب دائما نسمعوا البحث الاحداث ياكلوا والنيجيريا تاكل، وهذه خيانه كبيره يا اخي. هذا السنجليدي il va être traité par les nouveaux faux moujahidins et par les nouveaux faux historiens. Vous m'allez dire à la Saint-Juive. Vous serez à l'Irahi, ou l'Amoua, les Kharjans, ils se trouvent dans un chat, c'est très grave. Le chat, il se dit, dit, ça sera trop tard, sinon, il est classe, il est au moins, il est
هادو يا راهم يلعبوا ديزاجون دوب مع لوكسيدون. سي لوكسيدون سي لا فرانس كي ديريه. وهادو يا الناس هادو يا مازالوا في الطلقة. فرنسا خلاتهم هنايا راهم هما يوخذوا في الدنيا. هذه يا كاع هما هما. طيب. وحنايا نطلبوا ربي لالجيري ان شاء الله اللي ماتوا عليها مليون ونص شهيد ما نخليوهاش تطيح. ما لو كان ننضحوا حنايا ناوني برين ضحوا. هذه هي من كان لوف زي لونس ان ميساج يا شعب اهدر على حقك. ما تبقاو ساكتين راهم ولادكم يخلصوا. وهذو يا سراق هذو قتالين هذو يداروا 250 ميل مور 23 ديسباري وما زالوا يديروا في الرجال في الاحداث. هذه هي الوضعيه يفوت لا فيريتي لا ميزير لا ميزير. الناس تموت في السبيطارات الناس تموت في الطرق ويحرقوا في ارواحهم ورايحين لا دروب ورانا رايحين. هذه هي ما كان حتى سنجوي طيب. ولكن هناك هناك احتفال كبير سيف بن يوسف. هناك احتفال كبير واش رايك؟ قفلوا الطرق ناس تشكي الدنيا اليوم في العاصمة ما مغلوقة. ايه سي لا ديكتاتور. انا رانا في لا ديكتاتور يا اخي. وهادو سيدي انا نقول لك هادو يا سيدي اصحاب البوفوار هادو يا هما راهم دايرين مخضع. هادو هما هادو الناس تاع المصالح تاع السرقه تاع 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 لونجستيس تاع تاع الشيء كاع العيوب اللي كاين عند راهم هنا. هذا هو الريجيم. هذا هو هادو غدوة تشوفهم غدوة الشعب يشوفهم كاع السلطه هذيا كاعنا في لي تريبين اوفيسيال هادوك هما شباب البلاد وكاع مزورين وكاع فو وما الشعب ما فوط عليهم ما دارهم. ها هو الريزلتا. مي الشعب يلزم له يوقف بي فيه رانا في الكاو. يلزم يهدر يلزم الشعب يعني يقول كلمته كلمة الحق نموتوا على الحق. والالجيري ميزلمان ان شاء الله تاع اول نوفمبر تولي هذه هي الالجيري ميزلمان. الله اكبر. هذه هي. شكرا لك سيف بن يوسف ملوك المحامي الحقوقي المجاهد مفسر قضية المجاهدين المزيفين كنت معنا من البليدة. يحيى بنوار ما تعليقك شهد الكبير حول غلق الطرق في مقابل السلطة تقول يجب الاحتفال بذكرى ستينية الاستقلال؟ نعم يجب الاحتفال بذكرى ستينية الاستقلال. افتحوا المجال للشعب ليحتفل باستقلال بلاده وتركوا الملايين تخرج في الشوارع ويقول لك تحتفل ويغلق الشوارع ورايحين حابين يديروا استعراض عسكري بدبابات روسية وسلاح شراوها من عند الروس ولكن ممنوع على الجزائريين وعلى المواطنين يحتفلوا باستقلال بلادهم مسموح فقط للنظام وللعسكر. إذا كانوا حقا يريدون ويسمحون للجزائريين الاحتفال باستقلال بلادهم يفتحوا الشوارع أو يتركوا الجزائريين يخرجوا للشارع ويعبروا كما كان في 5 جويلية 2019. يعني أحسن عرس لخمسة جويلية هو 5 جويلية 2019 عندما الشعب المواطنين هم اللي احتفلوا بالاستقلال وكانوا ينادوا بن مهيدي وكانوا ينادوا بعبان رمضان وبعميروش. الشعب يعرف من اللي حروا. اتركوا الشعب يخرج للشوارع واتركوا الشعب يحتفل بالاستقلال لانه استقلال الجزائر. ولكن نعود الأرض يعني كان الأجدر كنت تقول ليس الاستعراض بالأسلحة الروسية كان الأجدر لو كان هناك فعل استعراضات عدم تعبير غلق الطرقات تعبير على الناس وبإنتاج جزائري بدلا من استعراض المنتجات العسكرية للغير. لا الاحتفال بالاستقلال بالملايين الجزائريين في الشوارع غلقوا عليهم الشوارع. كيفاش تحب الملايين الجزائريين يحتفلوا بالاستقلال وهم ممنوعين الشوارع
فقط للدبابات الروسية. الاستقلال يحتفل به من هو مستقل ومن هو يعيش في حرية بعد ما خرج المستعمر، من هو يعيش في كرامة في بلاده، ولكن هذا ليس موجود حتى الآن. بيان أول نوفمبر 54 يقول دولة حرة، جزائر حرة ديمقراطية واجتماعية. هل عندنا الآن دولة حرة ديمقراطية واجتماعية؟ لا، عندنا حكم عسكري. طيب اللافت أمين منادي، الجدل الكبير حول هذا الغلق للطرقات في العاصمة للاحتفال كما يقول يحيى بنوار باستعراض الدبابات الروسية. طبعا فيما كثيرون علقوا كان الأجدر أن تكون على الأقل صناعات عسكرية جزائرية بعد 60 سنة من الاستقلال، وبعد طبعا الخيرات التي حب الله هذا البلد، الخيرات الكبيرة، الإمكانات المالية والبشرية كذلك للجزائر. في وهران كنت تشير ألعاب البحر الأبيض المتوسط في كلامك في بداية الحصة، لافت أنه الكثيرون أيضا تساءلوا لماذا يتم استعراض سيارات فرنسية الصنع قديمة من زمن الاستعمار الفرنسي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بدعوى الاحتفال بعيد الاستقلال وبهذه الألعاب. من منادي لا يبدو أننا نسمعك. عفوا، لا نسمعك، كنا لا نسمعك، تفضل. أوكي، السيارات المشكل هذه أنهم لو كان عندهم شوية عقل ما يستعملوهاش، لأن هذا دليل أنه كاين خلل في النظام الجزائري في طريقة تسييره، لأنه هذه السيارات اللي كانوا يوريوها كانت موجودة مصانع في الجزائر تصنع سيارات لعلامات فرنسية، وهذا المصانع ما كانتش في وقت فرنسا، بل حتى بعد ما خرجت فرنسا بقات فيه مصانع لصناعه بعض الموديلات من السيارات، وكان تصنيع السيارات تصنيع حقيقي ماشي نفخ العجلات كما كانت في وقت سي بوشوارب وجماعته، وكما يتواصل الان على كل فيه في 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 المصانع بما يسمى بمصانع السيارات وهي ليست الا مصانع نفخ العجلات. طبعا مع استمرار جدل كبير أغرب سوق سيارات في العالم كما كنت تقول، يعني حتى في بداية الاستقلال كانت هناك مصانع لصناعة السيارات في الجزائر، الآن غلاء فاحش للسيارات ومنع استيراد السيارات، كل سنة يتحدثون عن دفتر شروط لاستيراد هذه السيارات، أوهام في أوهام. شوف الجزائر كانت لما كانت مستعمرة كانت أول مستعمرة، إذا نسميها كذلك، كانت أول مستعمرة من ناحية إنتاج قطع الغيار والسيارات، يعني قطع غيار السيارات والسيارات، يعني نتكلم سيارات وشاحنات. وتواصل المكان الاستراتيجي للجزائر في هذا السوق حتى بعد الاستقلال، يعني بعد الاستقلال حتى وبعد تأميم بعض المؤسسات كذلك أممت وتواصل يعني العمل تاعها عادي، وكان فيه كفاءات واشتغلوا كل شيء. تجاوزتنا مصر ومن بعد تجاوزتنا المغرب حتى تونس تجاوزتنا، وما نحكيوش على الدول الاخرى، نحكيو على جيراننا فقط. كنا في افريقيا حاليا نحن نتذيل تقريبا الترتيب من ناحيه التصنيع في الميكانيكية، حتى الجرارات اللي كنا معروفين بهم ورانا خلاص صرنا نتذيل الترتيب. لا علينا، ولكن نشوف انهم حتى كيحبوا يتباهوا ما لقاوش مراقين باش يتباهوا. المشكل بعد لما نربط هذا بما يحصل اليوم في الجزائر، حتى انه العاصمه راهم رايحين يديروا احتفالات وكل شيء. المشكل انه قطع الطرقات ما راهيش شيء انا لا يدهشني، يعني حقيقه شيء ما يدهشنيش، لانه الحياه اليوميه للمواطن ما تهموش هذا النظام. اذا كان منذ اسبوعين في وهران منعت انه كل الدراجات الناريه ما تمشيش، والمشكل انه قائد الدرك لما شفت الفيديو تاعو انا ما يعني صراحه ما عرفت لا نضحك ولا نبكي ولا نروح نولي نرقد، قلت بالك راني نحلم، لما يقول انه استعملت بعض الدراجات في وهران لبعض السرقات فنمنع الدراجات كلها.
هذا يعني الحمد لله قلت لهم انا على كل الحمد لله انه ما فكرش انه في بعض السرقات راهم يداروا على رجليهم يتمشاو، لو راهو منع الناس انهم يتمشاو حتى ما تكونش سرقات. يعني شوف كيفاش العلاج، كيفاش يروحوا لهم العلاج هو بقتل المريض، اذا قتل المريض مات المرض. في الجزائر العاصمه كل ما دخل العاصمه عليها اليوم حواجز في طرقات سريعه، يعني بما يسمى طرقات سريعه لانه ما بقى فيها ولا شيء سريع، يعني حتى ولو اسرعت في العادي يحطوا لك حاجز امني اللي هدفه الوحيد انه يعمل في فطرسه، يعني يختار شكون يقدر يدخل العاصمه وما يدخلهاش. هذه الحواجز هي نفس الحواجز اللي يتوقفوا فيها عموما كثير من المناضلين يوقفوهم هنا. حتى في فتره من الحراك كانت السيارات العاديه تكون مره على هذه الحواجز، اذا كان عنده عالم تاع الجزائر الداخل يوقفوه يشكوا فيه انه حراكي، كاين الناس ولا تخاف ترفد على وطنها في الجزائر. يعني اليوم اذا كان يوميا المواطن الجزائري يتعذب حتى يروح لشغله، يتعذب حتى يروح لعمله، حتى يروح يشوف عائلته، حتى يروح للمستشفى، لانه هذه الحواجز ما فيهاش يعني فائده شفناها حقيقيه ولا شيء. اليوم كل الشرطه في العالم تشتغل بالمعلومات الروسيه، يعني مثل المخابرات، يعني يستعملوا الاعلام الالي، يستعملوا الكاميرات وكل شيء. احنا في الجزائر في وقت بوتفليقه حطوا الاف الكاميرات في الجزائر العاصمه. انا نعطيك يعني بشهادتي انه هذه الكاميرات تشتغلوا، لانهم انا اشتغلوا معايا حتى تابعوني من المقر الساكن حتى الاجتماع، كنا عاملينه مع بعض المواطنين وجاو وقفون وقال لي حتى قال لي انت وين راك رايح بالسياره تجري على راه؟ قال لي انا شفناك بالكاميرات، يعني باش تشوفوا الكاميرات موجودين استعملوهم لتراقبوا تهريب المخدرات، لتهريب الاموال، للجريمه المنظمه اللي اليوم صارت في الجزائر راهي استفحلت بطريقه يعني كارثيه. ولكن هما ما عندوش اشكال، هما يحط لك باراج لانه هو واولاده وكل شيء يمروا على المسار السريع، ما عندوش اشكال. اليوم مدير بسيط في اي وزاره ياخذ المسار السريع ويمشي عادي بالسياره تاعو، والمواطن هو اللي يتعذب. اليوم اذا يغلقوا ثلاث ايام اربع ايام هما العاصمه ما عندهمش اشكال. والعاصمه نذكر انه هذه الخطره راهي اغلقت حتى يديروا الاستعراض العسكري، ولكنها العاصمه لسنوات وهي تغلق كل يوم جمعه لما كانت المظاهره. ما عندهمش حتى مشكل، يعني حتى لو يعرفوا لازم يقطعوا الاكسجين ويعرفوا منين يقدروا يقطعوا الاكسجين على الشعب الجزائري باش يبقاو في مناصبهم يبقاو. طبعا نفس الشيء في الداخل وفي الخارج. سؤال محور اخير نختم به، الجاليه طبعا ومعاناه الجاليه يعني التي لها ذلك الدور التاريخي في الخارج، كذلك غلاء التذاكر، الصعوبات التي يلاقيها الجزائريون في الخارج، المفروض الذين لبلد اخر 10 ملايين كما كان يقول يحيى بنوار هم بالعكس ثروة لبلدان أخرى وكان فيه الرأي وليس بلد طارد لمواطنيه. يعني المفروض ليس هناك هذا العدد الكبير من الجزائريين في الخارج، ليس كذلك بهذا البلد بكل هذه الخيرات 60 سنة من الاستقلال. شوف يعني من غير أننا نكون يعني في المقارنات، ولكن احنا لازم نقارن أنفسنا بجيراننا، لازم نقارن نفوسنا بجيراننا. اليوم لما تكون هنا انا كجزائري موقعين في كندا، نشوف اخواني جزائريين اللي عندهم امكانيه انهم ينزلوا البلاد في هذا الصيف، لما يشوف نفسه انه نفس المسافه تقريبا، لو ناخذ تونس وناخذ الجزائر العاصمه وناخذ الدار البيضاء تقريبا نفس المسافه. اليوم التونسي والمغربي يروحوا باسعار في بعض الاحيان تقريبا بالنصف، يكلف التذكرة تكلف النصف للتونسي ولا المغربي باش يدخل الجزائر للوطن. والجزائري إذا لقاها التذكرة وإذا قدر باش يعرف وين يشريها، لأنه احنا في 2022 لازم نروحوا نتقاتلوا في وكالات تاع الاير الجيري ولا تاع اما حتى تاع الباخرة، يعني ما بلاك نان كيف نفس الشيء. يعني تروح في الباخره ولا تروح في الطياره لازم لك العضلات، ولازم لك تروح تقاتل مع اخوانك الجزائريين واحد اخرين حتى تحصل على تذكره باش تروح لبلادك، وباش من السعر اللي تروح به لبلادك. ورانا نشوفوا الطائرات راهي تمشي فرا. المشكل انه نقدروا نتكلموا على كل القطاعات راح نلقاو فيها اشكال.
طيب. المشكل انه ما نقدروش نصلحوا قطاع، والله لو انا نظن انهم حتى لو كان عندهم حسن نيه في قطاعين ولا ثلاث قطاعات ما يقدروش، انا متاكد عندي يقين انهم هذ الناس حتى ولو كان عندهم كفاءات في قطاعين في القطاعات ما يقدروش، لانهم خلاص اليوم المرض استفحل في كل القطاعات، ولحقنا لدرجه انه لا يمكن حل قطاع ولا مجموعه من القطاعات نديروا لها حلول جاليه ولا من غير جاليه من غير انه يكون قرار سياسي واراده عميقه وتفكير يعني يجمع كل الطاقات الجزائريه في الداخل وفي الخارج، لانه في طاقات كبيره في الداخل راهي مكبوته، في اطارات في الخارج راهي اليوم تنتظر الا الاشاره، احنا رانا نربوا اولادنا في الخارج انهم جزائريين حتى ولو رانا اجبرنا اننا في الخارج. الجزائري اليوم لو كانت تكون عنده الفرصه فيه بلد احسن من الجزائر، فيه اجمل من الجزائر لولا هذا الحكام. احنا عندنا وطن، والوطن حتى ولو اخرجنا منه فلن يخرجونه من قلوبنا، الدم الجزائري يبقى يجري في العروق، الجزائري حبه لوطنه يضرب به المثل في العالم باسره، احنا اعطينا دروس في الوطنيه في كجزائريين، الشعب الجزائري احنا اليوم نعتز اننا جزائريين اننا اعطينا صور كبيره في حب الوطن، الجزائري يعرف انه كما يقول الفرنسي بوراوي بورانو عنده يجبد العلام لانه العلام تاعو راهو في جيبه دائما موجود، حب الوطن موجود، الوطنيه موجوده، علاش ما يعطيوش فرصه للتصالح الحقيقي لوأد هذا الخلافات ولبناء وطن، حتى نبني وطن، حتى نكتب تاريخنا اللي كنا واش كنا نحكيو مقبل على واش صرا مع الجاليه في فرنسا ولا في امور اخرى، احنا تاريخنا ما كتبناش يا طيب. ناس اليوم تونس والمغرب جيراننا يكتبون تاريخهم، والجزائر التي تاريخها مجيد لدرجه اننا نحسد من طرف كل الدول على التاريخ اللي عندنا ولا يمكننا حتى الحديث فيه. شكرا لك امين منادي. يحيى بنوار نختم معك في دقيقه او دقيقتين. نعم اليوم رانا 60 سنه بعد الاستقلال، ماذا تغير؟ سياسيين طبعا الجزائر حتى الان لم تستطيع ان تنشا نظام ديمقراطي، حتى الان تعيش تحت نظام عسكري، ليس هناك حريات ولا ديمقراطية ولا اقتصاد ولا اجتماع يعني عدالة اجتماعية ولا حرية الصحافة ولا عدالة مستقلة. اليوم علينا كلنا أن نستكمل النضال اللي بداوه أباؤنا وأجدادنا، هم ضحوا بنفسهم جابوا الاستقلال، علينا الآن أن نواصل هذا النضال، نواصل هذه المسيرة حتى نستكمل ونجيبوا الحرية ونبنيوا نظام حقيقي ديمقراطي ونبنيوا بلادنا كلنا في الداخل وفي الخارج، لأنه هذا سيتطلب جهد كل الجزائريين أينما كانوا. الشرط الوحيد أنه نخرج من نظام العسكر، لأنه لا أحد إحنا ما نقبلوش نعيشوا تحت نظام العسكر. هناك علماء في فيزياء موجودين في الولايات المتحدة في أوروبا ما يقبلش أنه يتحكم فيه كبران تاع المخابرات، لازم يدخل ويعيش في ديمقراطية وفي حرية ويخدم بلاده. هذا هو البيت المقصود. أباؤنا جابوا الاستقلال، علينا أن نواصل حتى نجيبوا الحرية الديمقراطية مكتوبة في بيان أول نوفمبر، يعني مش أشياء جديدة. وعلى كل حال الله يرحم الشهداء، لأنه رانا في هما اللي جابوا هذا الاستقلال، الله يرحم الشهداء مرة أخرى، والنضال متواصل حتى نكمل عهد الشهداء ونبني دولة ديمقراطية اجتماعية كما هو مكتوب في بيان أول نوفمبر. ويعطيك الصحة أخويا جمال. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة يحيى أبو نوار، كنت معنا من باريس. شكر موصول لأمين منادي، كذلك من مونريال شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. رحم الله الشهداء وفك الله أسر المعتقلين المظلومين، مني ومن كل الفريق أجمل التحايا، إلى اللقاء.